يرجع تاريخ إنشاء الهيئة الهندسية إلى تاريخ إنشاء الجيش المصري الحديث في عهد محمد علي. وفي عام 1950 أنشئ سلاح المهندسين الملكي، وأصبح هو السلاح المسؤول عن جميع الإنشاءات الهندسية، وتم تطويره عدة مرات، وخاصة بعد عام 67 ليصل بأدائه إلى القمة في أكتوبر 73، إلى أن تشكلت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في أبريل من عام 81 لتصبح ضمن منظومة متكاملة للقوات المسلحة. وتقوم الهيئة الهندسية بإقامة المشروعات الكبرى في القوات المسلحة والمساهمة في تطوير البنية الأساسية للدولة من خلال مشروعات عملاقة شهد لها الجميع، وبالكفاءة وسرعة التنفيذ والدقة العالية للنهوض بالمرافق الحيوية للدولة. وتختص الهيئة الهندسية بالشق الفني المعاون للعملية العسكرية، حيث تتميز مسارح العمليات بالتباين الشديد في طبيعتها الجغرافية. وتتحدد مهام الهيئة الهندسية فيما يختص بتجهيز مسرح العمليات والتغلب على الموانع أو إنشائها، وتوفير التأمين الهندسي للقوات المسلحة في جميع الأوقات مع توفير التأمين الفني لها. وقد تم تشكيل الهيئة الهندسية من 5 إدارات، هي إدارة المهندسين العسكريين، إدارة الأشغال العسكرية، إدارة المساحة العسكرية، إدارة المياه، وإدارة المشروعات الكبرى. وبتضافر جهود هذه الإدارات فقد اكتملت منظومة العمل الهندسي بالقوات المسلحة، حيث تعددت طاقاتها وإمكاناتها، مما أدى إلى إقرار القيادة السياسية بمشاركة القوات المسلحة في تطوير البنية الأساسية للدولة. وهذا ما سوف نستعرضه من خلال دور كل إدارة من إدارات الهيئة الهندسية، والذي يتسم بالتميز على جميع المستويات. ونتناول كل هذه الإدارات، وهي إدارة المهندسين العسكريين. وتقوم هذه الإدارة بدور بارز داخل الهيئة الهندسية، ففي مجال إنشاء الطرق تمرست إدارة المهندسين العسكريين في هذا المجال من خلال التحضير لعمليات أكتوبر، وقد أنجزت مشروعات كثيرة للطرق بأطوال وصلت إلى مئات الكيلومترات. وقد تركزت مهامها في إنشاء هذه الطرق في المناطق الطبيعية ذات الطبيعة الصحراوية والجبلية، أو المناطق البعيدة عن العمران والتي تتطلب سرعة الأداء ودقة التنفيذ. وكان من أهم هذه الطرق طريق القاهرة العين السخنة، والذي شرفه بالافتتاح السيد الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وفي مجال إنشاء الكباري فقد تم إنشاء العديد من الكباري الخرسانية والمعدنية للمساهمة في تحقيق السيولة للحركة المرورية. وقد نفذت الإدارة الكثير من هذه المشروعات في هذا المجال، كما تقوم بتطهير الأراضي المصرية من الألغام، وهي إحدى المهام التي نفذتها بكل دقة وعلى مراحل متكاملة. دور إدارة المهندسين في مجال التنمية بيشمل حاجاته العديد من المشروعات، هنقول جزء منها بسيط عشان الوقت. يعني هنقول مثلا في مجال الطرق، كانت إدارة المهندسين كان لها الشرف أنها تنفذ أول طريق حر في جمهورية مصر العربية، وطريق القطامية إلى عين السخنة، وحاليا بننفذ طريق الصعيد الحر. نفذنا المرحلة الأولى منه اللي شملت أسبقيتين، الأسبقية الأولى من حلوان للكريمات، ثم من الكريمات لبني سويف، والاثنين شرفوا بافتتاح السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة. حاليا بننفذ طريق استكمال طريق الصعيد الحر من بني سويف للمنيا وأسيوط، وإن شاء الله قريب جدا الناس هتسعد بافتتاح جزء منه. الطريق ده طبعا من الطرق اللي صعبة جدا، يكفي بس ان انا هقول فيه جزء جبلي مسمينه احنا الحائط الصخري. الجزء الجبل ده بيتدرج في الارتفاع لحد ما ينزل مرة واحدة بمنسوب 146 متر. في الجزء البسيط ده بس في عندنا
في الحائط الصخري عندنا 5 مليون متر مكعب أعمال نسف و15 مليون متر مكعب أعمال ردم، وده رقم كبير جدا لو قارناه بأرقام كبيرة زي الهرم والسد العالي هنلاقي إنه يوازي السد العالي تقريبا يعني الجزء ده. عندنا برضو في مجالات طرق، برضو عندنا طريق سوهاج البحر الأحمر، وده نفذنا خدنا منه 11 كيلو متر بالتعاون مع القطاع المدني. ال 11 كيلو متر دول كانوا أصعب 11 كيلو متر فيهم، ودول كان فيهم أعمال نسف برضو وصل للارتفاع حوالي 75 متر، وأعمال ردم وصلت لحوالي 100 متر يعني. عندنا برضو من الطرق الصعبة اللي احنا بننفذ فيها حاليا طريق سهين شلاتين على الحدود الجنوبية مع السودان. الحاجة بقى اللي الناس بتلمسها قريب، ما عندنا هنا في مدخل طريق قاهرة الإسكندرية الصحراوي وصلت صحراء الأهرام، ودي الناس حاليا بيستخدمها للقادم من الصعيد وطريق الفيوم وستة أكتوبر متجه إلى الإسكندرية والعكس يعني. والله هو التطوير عندنا ما بتوقفش، سواء في تطوير في التسليح أو تطوير في الأداء. تطوير التسليح ده احنا دايما بنطلع على كل ما هو حديث موجود في العالم، بنبعت الناس تتدرب بره تتأهل في فرق تعليمية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، بنحضر مؤتمرات تعليمية، وكل ما هو جديد يعني بنيجي بنعرض هنا، والقيادة العامة لما تبخلش علينا خالص، وده هيظهر ظهر النهاردة زي ما تشوفوا في التسليح اللي اتعرض، المعدات اللي تظهر في يوم التفوق هتلاقوا انها حاجة يعني في بعض الحاجات ما دخلتش في جمهورية مصر العربية غير عندنا يعني. ده بالنسبة للتسليح. أما التسليح ده طبعا والتطوير في الأداء برضو من الحديث الأجهزة والمعدات القديمة الموجودة عندنا دي بنطور فيها ونحسنها بحيث ان احنا نخليها ترجع زي الجديد تاني. برضو من تطوير الأداء ان احنا اسلوب التشغيل ده بيفرق كتير جدا، وحاليا احنا بننفذ بعض حاجات كتير الناس تلمسها في سواء في الطرق سواء في شغل الكباري سواء في الإنشاءات، كل دي بنستخدم فيها تقنيات عالية جدا، ونتيجة كده برضو أعتقد يمكن في مشروع مهم جدا نسيت أقول عليه، مطار سوهاج البحر، مطار سوهاج مبارك الدولي سوهاج. المطار ده نفذناه في أقل من نص المدة، وده باستخدام التقنيات العالية والتسليح الجديد والكفاءة العالية للضباط سواء فنيا أو إداريا يعني. فده من الحاجات اللي احنا بنقول دايما بنطور فيها، وكل ما هو موجود عندنا دايما بنطوره يوميا ولا نكتفي بالموجود عندنا. إدارة الأشغال العسكرية. وهذه الإدارة منوطة بإنشاء واستكمال وصيانة المنشآت اللازمة لمتطلبات العمل المتكامل لجميع أنشطة ومجالات العمل بالقوات المسلحة على مختلف أنواعها، وتجهيزها بالشبكات المختلفة من مياه وكهرباء وصرف صحي، وكذلك تنفيذ سياسة الإيواء للقوات المسلحة، وتساهم في مجالات التنمية المختلفة. ومن إنجازات الإدارة على مستوى القطاع المدني نذكر منها المجال الثقافي والسياحي. ومن إنجازات إدارة الأشغال العسكرية في القطاع العسكري فقد تم إنشاء وتطوير الكثير من المشروعات الخاصة بالقوات المسلحة، ومنها مباني الإيواء الحضارية بمرافقها كاملة وميسات الجنود والقاعات الدراسية والمباني الإدارية وغيرها بما يخدم الفرد المقاتل وتحقيق حياة كريمة له في جميع المجالات. كثيرة للمدن العسكرية، وساهمت في إنشاء العديد من الصالات المغطاة بالمحافظات المختلفة على مستوى الدولة. وبهذا تلعب الهيئة الهندسية وإداراتها دورها الرائد على الصعيدين العسكري والمدني لتصبح رمزا من رموز القوات المسلحة التي تعبر عن أن الجيش جزء من الشعب وجزء من نسيج الوطن. هو بالنسبة للعاملين بإدارة المشروعات عشان يوصلوا المستوى أو الشغل في هذه المشاريع بيتم في اتجاهين الحقيقة. الاتجاه الأول اتجاه أكاديمي، ان احنا عندنا دايما بنحاول ان الضباط بتاعتنا تاخد دكتوراه وتاخد ماجستير تسافر تدرس بره، كل ده احنا بننميه. والاتجاه التاني اللي هو الخبرة العملية،
يعني احنا مثلا في زي ما بقول دايما في المركز الطبي العالمي اشتغلنا مع الامريكان في كود الامريكاني، مع في الاسمنت بنشتغل مع الصينيين، استاد الجيش المصري اشتغلنا مع المكتب الفرنساوي اللي صمم استاد باريس. كل دي المهندسين بتوعنا او الضباط بتوعنا بياخدوا الخبرات العمليه من الشغل مع الناس دي، بالاضافه اللي احنا بنطور منظومه العمل في اداره المشروعات. دلوقتي منظومه العمل في اداره المشروعات كلها بقت مربوطه بشبكه نظم، ما بقاش فيها البني ادم يعني بيجتهد، لا احنا عندنا برامج لتصميم المستشفيات، عندنا برامج لتصميم المنشات الرياضيه، ربط افرع الاداره المختلفه، أعمال التصميم بالتنفيذ، أي مشكلة في التنفيذ بتبقى مربوطة بشبكة التصميمات بحيث إن أي حد عاوز أي معلومة بنقدر نحصل عليها فورا. ومن خلال هذا الاستعراض السريع لإدارات الهيئة الهندسية تعرفنا على دورها الواضح في التأمين الهندسي الشامل لجميع أفرع ووحدات القوات المسلحة، وتمتزج إنجازاتها على الصعيدين العسكري والمدني في منظومة متكاملة من خلال إداراتها الخمس لتحقيق هذا العمل المتوازن في كلا الاتجاهين. وقد ظهرت تلك الإنجازات خلال الاحتفال بيوم التفوق والذي شهده المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. حيث قام سيادته بتوزيع كؤوس التفوق وشهادات التقدير على القادة والضباط والصف والجنود، كما قام بتكريم أسر الشهداء والمصابين. بدأت مراسم الاحتفال بعرض لتطور مهام التأمين الهندسي عبر العصور منذ عهد الفراعنة وصولا للعصر الحديث، ودورهم في إعداد مسرح العمليات وتهيئة أنسب الوسائل لعبور القوات في معركة العزة والكرامة وتحرير الأرض في أكتوبر من عام 73. واستعرضت مجموعة من العناصر أرقى معدلات الأداء في تنفيذ عدد من المهام التخصصية التي تنفذها الهيئة الهندسية وإداراتها التابعة، وكذلك عناصر التأمين الهندسي للأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والتي نفذت بمعدلات قياسية عكست المستوى المتميز في التدريب وتنفيذ المهام بدقة عالية في كافة التخصصات. وقدم عرض لأنشطة وإنجازات الهيئة الهندسية في معاونة القطاع المدني ودعم مخططات التنمية الشاملة للدولة، بدءا من تطهير الأرض من مخلفات الحروب لإقامة المشروعات التنموية والعمرانية وإنشاء شبكات الطرق الحرة في مختلف محافظات مصر، وإقامة العديد من محطات تحلية المياه وحفر الآبار ومد خطوط المياه إلى المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الأعمال المساحية وإصدار الخرائط والموسوعات لمعاونة الأجهزة المدنية في تنفيذ المشروعات العملاقة. وقدمت مجموعة من العناصر والأطقم الهندسية بياناً لأعمال الإنقاذ والنجدة والتدخل السريع ومعاونة القطاع المدني في التغلب على الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والصناعية باستخدام أحدث رئيس الهيئة الهندسية كلمة أكد فيها تطوير وتكامل الأداء لإدارات الهيئة الهندسية، والتي أصبحت أكثر تطوراً وأعلى كفاءة من خلال منظومة متكاملة بما لديها من خبرات وإمكانات ومعدات متطورة حديثة تمكنها من أداء مهامها ومعاونة القطاع المدني في الحفاظ على مسيرة البناء الحضاري لمصرنا الغالية.